متتبعين قناة أخبار الفجر المغربية، اليوم نستقبل نساء بمهن رجالية. أول سائقة أو ثاني سائقة طوبيس بمدينة القنيطرة، إذا نجي نتعرفوا على طريقة الشغل ديالهم. وفاء بن خدو، بغينا نعرفوا شحال من مرة كتسوق طوبيس داخل مدينة القنيطرة؟ احنا غير جوج، ما كاينش بزاف، كاينة غير أنا وفاء نوال سائقات حافلة مراد، هما اللي كاينين هاد الساعة. ماكرهناش يزيدوا مازال يجيبوا لنا نساء يكونوا معنا. وفاء بغينا نعرفوا شمن سنة دخلتي لهذا المجال ديال كسائقة طوبيس، وكيفاش جاتك الفكرة على أنك تدخلي لهذا المجال اللي كنشوفوا فيه غير رجال؟ كنشوفوا غير الراجل هو اللي كيسوق طوبيس، الراجل هو اللي كونترول، فهمتي؟ واحد النسبة كثيرة خصوصا مدينة القنيطرة. بالنسبة اللي كونترول بعدا كاينين عيالات هنا معنا. بالنسبه للفكره الصراحه غادي نكذب نقول لك انها جات فكره، معمره ما كانت عندي فكره، كنت غير جالسه في الدار. بما انني كنحب هذا الفولون هذه، شنو غندير؟ نتصدرت بيرمي ديال الكار الموك والكاميون وصافي، وجلست. ما كنتش ناويه انني غادي شي نهار نوض نخدم كسائقه حافله. شمن سنه خديتي البيرمي ديال الطوبيس؟ باش من سنه ما غاديش نقدر نقول لك بالضبط، ولكن في 2018 كان عندي البيرمي. بغينا نعرف ديال كم سنه التحقتي بالشركه ديال كسائق الطوبيس؟ بالنسبه للطوبيس ولا الميني بيس؟ ميني بيس. الطوبيس ماشي بزاف، هذه شي 6 شهور هكا باش بديت معاهم. وبالنسبه للخدمه في الميني بيس ديال الكابلاج، خدمت شي عامين وانا خدامه في ميني بيس. يعني خدمتي في الميني بيس هو الاول عاد لصحتي؟ بطبيعه الحال خاصك حتى تشوفي تلقي يديك وتت تمشي مع الوقت طريق عاد باش تدوزي للطوبيس، ماشي ساهل الطوبيس. وفاء بغينا نعرفوا منين التحقتي بالشركه ديال الفوغان وبغيتي تدفعي السي في ديالك؟ واش لقيتي شي انتقادات من طرف الاداره ديال الشركه؟ لا نهائيا، انتقادات من طرف الشركة لا، بالعكس فرحوا بينا وكان واحد استقبال زوين وكبروا بينا الصراحة. يعني ما لقيتيش انتقادات من طرف الشركة اللي؟ لا نهائيا بالعكس. فاش جيتوا أول مرة كجوج عيالات غادي دوزوا ستاج داخل الشركة؟ يعني وسط مجموعة ديال الرجال، واش لقيتوا شي مشاكل معاهم؟ لا بالعكس، كيحترمونا كيقدرونا كيعطينا ديما الاسبقيه، ونهائيا كان بالعكس، كان واحد التجاوب زوين. في الطريق هكا كنكونوا خدامين وهذوك الشوافريه اللي معانا كيعطيونا الاسبقيه، كيحترمونا ويقدرونا، هادشي اللي كاين. وفاء واش كاينين شي نساء اخرين من غيرك انتي والزميله ديالك؟ لا كاينه غير انا ونوال. يعني كسائقة طوبيس كاينين غير جوج هادشي اللي كاين. من بعد ما كملتي السطاج ديالك انطلقتي الى الميدان، شنو هما الصعوبات اللي لقيتي من بعد ما درتي ديماراج للطوبيس؟ ما لقيتش نهائيا، كيف ما قلت لك انا كنت خدامه، راه ديجا كنت خدامه في ميني بيس، نهائيا عادي جدا ما لقيتش شي عناقيل بصفه نهائيه. كنخدم وانا مرتاحه جدا، وملي كنجي والبوست ديالي وكنجلس وانا فرحانه، حيت كيف ما قلت لك انا كنحب هذا الدومين هذا وكنبغيه. عمرك لقيتي شي مشكل يعني مع الناس اللي راكبين، سواء النساء ولا الرجال؟ لا هاد الساعه لا، ما عمرني ما لقيت شي مشكل لا مع النساء ولا مع الرجال. شي كلمات مثلا يعني انت كسائقه ديال الطوبيس، يعني مراه ما لقيتيش، ما كاينش واحد اللي لاحظ لك شي مره شي كلمه؟ انا كمراه جيتي كيفاش المراه يعني غتسوق الطوبيس؟ ايوا راه هادو كتسمعيهم قليلين، كتسمعيهم ولكن كدير راسك ما سمعتي والو، كيدوزو بحال هاد الكلمات هادو، ولكن الاغلبيه هما اللي الاغلبيه الناس كيقولوا كلام زوين. تبارك الله عليك، كيعطيوك التحيه، كيكبروا بيك، كيعطيوك الاسبقيه في الطريق. لا صراحه داكشي باش قلت لك انا هاد الدومين كيعجبني. عرف اول مره يعني ملي ديماريتي شي طوبيس ما حسيتيش بالخوف؟ ما حسيتيش بشي ارتجال؟ ما وقع لك شي مشكل؟ لا ما وقعت لي حتى شي حاجه، بلاكس خدمت عادي جدا، طلعت في الطوبيس عادي واخده راحتي مزيان بخير وعلى خير، هادشي اللي كاين. بغينا نزيدو نتعمقو اكثر ونعرفو يعني المشاكل
اللي تعرضتي ليها داخل الطوبيس انت كامراه؟ يعني واش تعرضتي شي مشكل مثلا من ناحيه شي زبون؟ يعني انت كامراه يعني لا، غير باش نوصلك واحد القضيه، ما عمري غنلقى شي مشكل مع الزبون، بما انه كاين المراقبين وكاين الناس اللي حاضيننا ومراقبين الطوبيسات. لا انا كنهضر انا والشوافريه اللي هما رجال، ما عمرو غادي يلقى شي مشكل مع الزبون. علاش؟ لان كاين مراقبين وكاين الناس اللي مراقبين الحافلات ومراقبين حتى الشيفور، وكيقولوا لنا الا كان شي مشكل غير لونسيو، وكيجيو كيكونوا معاك دائما في الحين دائما. غير كتلونسي باللي ان عندك مشكل، انت ما تحكيش كاع مع الزبون، ما تهضريش معاه. هادشي اللي كنت كتقول، انت الشيفوره ما تهضريش مع الزبون، ما تحكيش معاه الا كان عندك شي مشكل، لونسيه لينا وحنا قادين به نهائيا. داكشي باش قلت لك الطوبيس كيقول لك الناس كيقول واه قدرتي تدخلي لهاد الدومين هذا، وبالاخص الطوبيس. الطوبيس عنده واحد السمعه ديال كيطلع هذا خايب هذا زوين، هذا يقول لك كلمه خايبه هذا يقول لك كلمه زوينه. وانا راه هادشي ما لقيتوش، ما كاينش نهائيا. كيكون شي مشكل كتلونسيه منين جايه وفين غاده، البلاكه اللي غادي توقفي فيها، وكيكونوا عندك في الحين، ما كيتعطلوش في رمشه عين. هذه واحد الميزه زوينه اللي في هذا القانون ديال الطوبيس فورال. والله العظيم الا كتحسي براسك مرتاحه ومحميه، حاميينك المراقبين. غير كتلونسي شي حاجه كيبقاو يعيطوا لك، فينك اختي وفاء، واش قربتي، فين وصلتي، كيعيطوا لك هاتفيا، ماشي واحد ماشي جوج. شنو عندك؟ راه فلان غادي يجي عندك، هما موجودين في رمشه عين تيكونوا عندك. صافي، هادشي اللي كاين. بالنسبه للشركه ديال الفوران، نتوما كسائقين واش موفره لكم شروط الحمايه؟ بحالاش هاد الحمايه؟ بحال هادشي هذا ديال هاد المشاكل ديال الزبون، حمايه بزاف. كيما قلت لك، راه قلت لك حنا انا بعدا مرتاحه حيت محميه من طرف المراقبين، الناس اللي مراقبين هاد الشركه هادي الحافله. ولا بالنسبه للشيفور، راه المراقبين دايرين خدمتهم بمعنى الكلمه، بمعنى الكلمه. واش بغيت تشوفي مستقبلا نساء يعني معكم في هذا المجال داخل مدينه القنيطره؟ ما كرهتش يكونوا يزيدوا مازال العيالات معنا هنايا، والله غادي تكون زوينه الا كانوا العيالات. تكوني فيها وانت فرحانه. ويلي راه مزيانه مخيره كاع. شي كلمه شنو تبغي تقولي للشركه اللي انت كتشتغلي معها حاليا؟ كنبغي نشكرهم من هذا المنبر، شكر كبير للطاقم ديال شركه سفورار، الناس ديال الاداره كاملين، وتحيه لكم وشكرا لكم اللي عطيتوني هذه الفرصه هذه نحقق فيها هذا الحلم ديالي، وشكرا. كنتمنوا ان شاء الله تكرر هذه البديره هذه، ونشوفوا بنات اخرين معنا في الخدمه، وبديره مستحسنه الحمد لله ومزيانه للجميع، الله يسخر لكل شيء. انتما كرجال يعني شنو الاحساس ديالكم ملي كتشوفوا معكم نساء يعني زعما حساكروا معكم هذا الميدان هذا؟ كتحسي بان النقل العمومي في القنيطره ولات عنده مصداقيه، ولات عنده ثقه، لا بالنسبه للسائق لا بالنسبه للزبون. كتشوفي واحد البديله اللي هي مستحسنه طيبه عدات جديده في هذه المدينه هذه الحمد لله، وقامت بها الشركه وقامت بها الاداره، وكنحيوهم من هذا المنبر هذا. واش بغيت تشوف شي نساء اخرين يعني في هذا المجال معكم؟ لا ان شاء الله، من غير هاد الجوج اللي هما معكم دابا. ان شاء الله الا كانوا شي تجهيزات عاوتاني زوينين مرحبا بك. اذا وصلنا لنقطه النهايه. المهم اختي مريم، كيف ما شفتي معنا، انت تابعتي معنا هذه الجوله هذه، ما كاينش شي عناقل ولا شي مشاكل نهائيا. جوله خفيفه، ما كاينش الناس بزاف، كل شيء عارف اللي ليه واللي عليه، وهذا هو النهار ديال اليوم. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير يا ربي، وتحيه لمريم الزكراوي وجريده اخبار الفجر. وكنبغي نشكر الناس ديال شركه فورال ورمضان كريم، والسلام عليكم.